أول محطة. نسخ اصليه من اصدارات الجيش المصري منذ اكثر من 150 عاما، ومنها الجريده العسكريه المصريه اصدار 1865. سجل تاريخي باسماء القوات المشاركين في حرب فلسطين 1948، ومنهم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. قسم المعرفه العامه يضم دبر مصر في الحرب العالميه الاولى باللغه العربيه واللغه الانجليزيه، اصدارات هيئه البحوث العسكريه مجله الدفاع والمجله العسكريه، ومجلات الافرع الرئيسيه القوات المسلحة، أطلس العالم جمهورية مصر العربية، خريطة حديثة لطرق جمهورية مصر العربية. قسم التاريخ ويضم مجلدات لتاريخ مصر القديم والوسيط والحديث، وأهم المعارك التي خاضها الجيش المصري عبر العصور. قسم الشخصيات العسكرية ويضم أبرز الشخصيات العسكرية التي أسرع الفئة العسكرية والثقافية والمدنية في مصر. قسم أبطال حرب أكتوبر المدينة ويضم أبطال حرب أكتوبر من القادة والضباط والجنود الهيئة العسكرية. نشرة رئيسية لعرض أفلام وثائقية عن القوات المسلحة المصرية والتدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى التنمية الشاملة في Thank you.
فن مقدم هيثم كرم مع لغات بطن سلام Thank you.
Jesus.